اي كلمه عايز اقويها، نلاحظ حاجه مهمه قوي، ان احنا المفروض اي في الدبل والمين انت لازم تظبط صوتك على بعضه. ساعات بتبقى في حروف متاخره او في حروف متقدمه، دي لازم تظبطها على بعض، انك تدوس كده تيجي على هنا مثلا وتقوم دايس اس وتقوم محرك الحرف ده. حاول دايما تظبط على المين او بودانك، مش لازم المين ومش لازم السكند، يعني ممكن بودانك انت اللي تظبط الحروف على بعضها، اس واس وتشد، تشد تودي وتجيب وتظبط وتسمع. نقطة من قطك هرب ادق في خد جرعة، ده تجنيد نفوذ مفيش سوق، هكذا في التراك كله يعني. انت ودماغك ما توديك بقى، انت عندك افكتات وانت بتحط مطرح ما انت عايز. حاول تشيل دايما الفراغات الفاضية دي، مش عارف انا بقول فيها ايه. ده لذيذ او ده الظاهر، خد كل فلوس انا بقول هنا ايه.